يعني خامسا يقول الإمام يعني ابتدأ باللعن والبراءة من السببية والمغيرية والخطابية وكل من يقول فيهم عليهم السلام بالغلو. أيضا هو الإمام ابتدأ بالبراءة منهم، يقول الإمام سلام الله هو الذي ابتدأ بلعن والبراءة من السبئية، باللعن والبراءة من السبئية والمغيرية والخطابية وكل من يقول فيهم عليهم السلام ما لا يقولونه في أنفسهم، ما لا يقولونه في أنفسهم، حيث قال عليه السلام وأن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ، لاحظ براءة، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم. بالله عليكم ارجعوا إلى كل كتب الروايات، كل كتب الروايات ارجعوا إليها، يوجد براءة صريحة، يعني صريحة بعنوان البراءة وصريحة بالاسم في منهج أهل البيت غير البراءة من المغالين. حتى تفتح الآن قنوات البراءة من الصحابة ومن أمهات المؤمنين ومن الخلفاء ومن غيرهم. الرواية السابعة بعد المئة، اختيار معرفة الرجال، رجال الكشفي 173. وبهذا الإسناد، أي إسناد عن محمد بن قولويه عن أبي حمزة الثمالي قال قال علي بن الحسين عليهما السلام لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. لاحظ كيف نحن نجمع بين السبائي نفس النهج، كلهم قد آذوا أهل البيت وكلهم على هذا نهج الغلو. لعن الله من كذب علينا، من يقول؟ الإمام السجاد سلام الله عليه. لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. كان علي عليه السلام والله عبدا صالحا أخو رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله. الإمام سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا ينال الكرامة من الله إلا بطاعة الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينال الكرامة من الله إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى.